تفقد الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سير العمل في مشروع برج خور دبي الذي يجري تطويره في قلب مشروع خور دبي الممتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة. وتعرف الشيخ محمد بن راشد المكتوم على المستجدات التنفيذية للمشروع الذي سيقدم مع اكتماله معلما معماريا وحضريا عالميا متمثلا في الوصول إلى أعلى نقطة في صب الأساسات الخرسانية التي بدأ العمل فيها في سبتمبر الماضي، بينما تم الانتهاء فعليا من أكثر من 50% من أعمال الخرسانة المقرر استكمالها منتصف العام الحالي.